مداخلة في منتهى الأهمية. أنا سعيد هنا مع زمايلي في الأعداد إن إحنا كل يوم بنحاول نقدم لحضراتكم اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية، نتكلم مع اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية النهاردة. اسم كبير لاعب مع يوفنتوس الإيطالي في التسعينات وخد معاهم دوري أبطال أوروبا 95-96، بطولة 95-96، خد معاهم دوري إيطالي، خد معاهم كأس إيطاليا، خد معاهم سوبر إيطالي، عمل إنجازات كبيرة جدا وعظيمة مع يوفنتوس، لعب في جيل رائع جدا كان فيه أنطونيو كونتي مثلا على سبيل المثال، كان فيه ديل بييرو على سبيل المثال، كان فيه ديدي شامب على سبيل المثال، زين الدين زيدان، جيل عظيم جدا من اللاعبين التاريخيين. معايا النهارده لاعب الوسط الايطالي الاسبق في صفوف نادي يوفنتوس الايطالي والمدير الفني الحالي ماسيمو كاريرا. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. مساء الخير ياكم جميعا، اشكركم على هذه الدعوه الجميله. أنا لازم أقول لك إن مذيع هذا البرنامج على التلفزيون المصري يعشق يوفنتوس من جيل 95-96، فعشان كده أنا في منتهى السعادة بتواجدك معايا النهارده. بالفعل كان فريق يوف فريق قوي جدا في تلك هذه السنوات. كان فريق قوي في إيطاليا وفي أوروبا، ديل بيير، دي ألدي، دي شامب، دي سولو، فرارا، كان كثير من اللاعبين الكبار يلعبون في ذلك الوقت كانوا معي في هذه الحالة. بالتأكيد لازم أسألك على حال يوفنتوس في الوقت الحالي. يوفنتوس في الوقت الحالي المرحلة التجديد في تشكيلة الفريق بشكل كبير جدا، الوضع في جدول ترتيب الدوري مش أفضل شيء، المنافسة يمكن شوية بعيدة بالنسبة لليوفي هذا الموسم، شايف وضع يوفي الآن عامل إزاي؟ في الحالة يوفنتوس يلعب بطريقة سيئة، ليس وقته السعيد، ليس وقته الجيد مع المدرب أليجري، يجب عليه أن يعمل كثيرا مع كثير من اللاعبين. لقد عمل بشراء لاعبين جدد كثيرين، ليس مثل الأول ولكنه يعملون بعمل رائع ويقومون أيضا بتحسين في الدوري الإيطالي. هل تأثر يوفنتوس كثيرا برحيل كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الفريق؟ لا، كريستيانو رونالدو لاعب ممتاز جدا، ولكن نحن فرقة كاملة تلعب، ولكنها يختلف بعض الشيء عندما يكون لديك لاعب جيد ويكون له عديد من الأهداف يستطيع أن يهدفها في أي وقت. وعلى أي حال اليوفنتوس كان له لديه كثير من اللاعبين الجيدين يلعبون له الآن، ويستطيع أيضاً أن ينظم ويستجد بعض من اللاعبين الجدد في الأعوام الجيدة القادمة. كان من المعتاد دائماً أنه تشكيلة يوفنتوس يبقى فيها نجوم العالم، أفضل لاعبين في الكوكب، زين الدين زيدان، ديل بييرو، تريزيجيه، أسماء كثيرة عديدة، عاد بيرلو، كل الأسماء العظيمة اللي عدت على اليوفي كان دايما، وطبعا بوفون، كل الأسماء العظيمة دي دلوقتي الأسماء اللي موجودة معظمها صغيرة في السن. ليه يوفنتوس الآن لا يحتوي على أفضل اللاعبين في العالم؟ في هذه اللحظة الفرق الإيطالية، الدوري الإيطالي خسر بعض اللعيبة ورحلوا إلى الدوري الإنجليزي، ونشكر أيضا الأموال التي تم دفعها في الدوري الإنجليزي، استطعت أن تشتري بعض اللعيبة من الدوري الإيطالي. أعتقد الآن أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، ولكن الدوري الإيطالي يتحسن بشكل ملحوظ. أعلم أن هذا السؤال كبير بعض الشيء، ولكن لازم أسأله لك. في وقتك، في وقت جيلك، كان الدوري الإيطالي هو الدوري الأفضل في العالم والأقوى في العالم، لماذا تراجع الدوري الإيطالي بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟
No, non lo so, forse perché لا استطيع لا اعرف بالضبط. اعتقد ان الدوري الايطالي في الايام الماضيه كان يحتوي على لعيبه كبيره على فرق كبيره. كان يحتوي على مهاجمين من الطراز الاول ولا كان لديهم القوه والكاريزما ولكن in campo da tutto e dall'anima anche se perde si sostiene fino alla fine quindi ولكن في النهاية أقدر أن أقول نحن لا نستطيع أن نهاب أو نخاف أي فرقة. نحن الآن برضو تفضل الفرقة الإيطالية هي الفرقة الإيطالية لا يستطيع أن يتم تغييرها حتى لو كانت تعاني بعض الشيء. المنتخب الإيطالي بعد تألق كبير في بطولة اليورو يتراجع بعض الشيء في التصفيات، يلعب ملحق في تصفيات كأس العالم والوضع بالنسبة له متأزم. في نفس التوقيت نحن نبحث الآن للمنتخب الإيطالي عن مهاجم وصل لإيطاليا أو وصل بحال المنتخب الإيطالي أنه يستدعي ماريو بالوتيلي مرة أخرى لقيادة هجوم المنتخب. نستطيع أن نقول أن إيطاليا تعاني مع الفرق ولكن أيضا ولكن المنتخب الإيطالي يستطيع أن يصل لكأس العالم حتى لو كان ليس لديه المهاجم من الطراز الأول ولكن يوجد بعض الصعوبة ولدينا اللعيبة الممتازة التي نستطيع أن نكسب بها ونستطيع أن نطلع بها أن نصعد بها إلى الأمام ونستطيع الدخول في كأس العالم. مين في رأيك أفضل لاعب إيطالي في الوقت الحالي؟ يوجد كثيرين من اللعيبة المهمين. أمين بياتشي perché è giovane, ha personalità, بالنسبة لي quindi a me piace questo giocatore. Chi veramente non ha ascoltato il nome. Quale giocatore? سؤالي اللي جاي ليك يخص مي بياتشي دي ليكت. اتفضل. هو يعجبه كثير دي ليكت. انه لاعب جميل جدا في الدوري الايطالي الان. طيب لازم اخدك شوية لي اللاعب المصري الكبير محمد صلاح في الدوري الانجليزي، احب اسمع رايك في المستوى اللي بيقدمه محمد صلاح هذا الموسم وفي المواسم الماضيه. كان لي الحظ ان اقابله في يوم من الايام. هو لاعب من الطراز الاول رائع مدهش هو لاعب عظيم عالمي يستطيع ان يظهر كل امكانياته وظهر بكثير بهذه الامكانيات في ايطاليا مع روما ما كانش لي الحظ ان انا اقابله في روما كتير ولكن انا تابعه وتابع كلماته وتابع فريقه الانجليزي. عديد من النجوم الكبيرة وصلوا لإيطاليا في النهاية ووصلوا تحديدا لليوفي في النهاية، هل تتوقع في رحلة محمد صلاح الكبيرة العظيمة دي إنه ممكن يلعب يوم من الأيام في يوفنتوس؟ لا أعرف صعب جدا إن أنا أجيبه من ليفربول وأجيبه على اليوفنتوس صعب جدا اجيب قائد المنتخب الفرعوني يلعب في اليوفي ويسيب الفريق الانجليزي او المنتخب الفرعوني هيكون صعب. انا اهنيه طبعا لو عمل حاجه زي كده هيكون شرف لينا وشرف للفريق اليوفنتوس ان هو يلعب في نادي اليوفنتوس الايطالي. طيب سؤالي القادم ليك هو عن الافضل في العالم من وجهه نظرك في الوقت الحالي اللاعب الافضل في العالم. أعتقد الأحسن أن في الآن يرى بشيء واحد امبابي لاعب باريس سان جيرمان هو شاب رائع أعتقد هو في هذه اللحظة أعتقد هو نجم لامع بطريقة شديدة جدا. طيب سؤالي الجاي يخص الكرة المصرية، كان في وقت من الأوقات كنت من الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي المصري، هل حصلت معاك مفاوضات فعلية ولماذا توقفت هذه المفاوضات؟
نعم منذ عامين تم الحديث معي. كان عبارة عن نص اتصال وليس اتصال كامل لتدريب النادي الأهلي. نعم لكن ما خدتش أي خبر بعد كده ولم يعطيهم إجابة كاملة ولم نتواصل من ذلك اليوم. هل تلقيت أي عروض مؤخرا من الكرة المصرية من الدوري المصري؟ لا. هل تتابع المنتخب المصري؟ هل تتابع الكرة الأفريقية في الفترات الأخيرة؟ للأسف لم يكن لي الحظ أن أتابع دورة أبطال أفريقيا، ولكن تابعت بعض الفرق في الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي لكي أتابع بعض اللعيبة الأفارقة الذين بيلعبوا في الدوري الإيطالي. تعرف جيدا كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر المدير الفني الأسبق لريال مدريد ومساعد سير أليكس فيركسون في مانشستر يونايتد. كارلوس كيروش اللي كنا شايفه أنا ما كابيتو. لا للأسف. يا فندم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة، شرفتنا ونورتنا، سعداء جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري. ده كان لقاءنا مع ماسيمو كاريرا لاعب وسط يوفنتوس الأسبق، لاعب منتخب إيطاليا الأسبق، بطل دوري أبطال أوروبا 95-96، واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ المنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس، واحد من الأسماء اللامعة جدا. تشرف دايما نحن معانا أسماء كبيرة وأسماء عالمية عظيمة، إن شاء الله دايما نتكلم معاهم ودايما يحصل التواصل ده بيننا. دي نجوم حضراتكم شفتوها واستمتعتوا بيها على مدار تاريخ سنوات، الحمد لله إن احنا عندنا الفرصة إن احنا نجيبهم مع حضراتكم ونتحاور معاهم ونسمع آرائهم سواء في الكرة العالمية أو في كرتنا المصرية على مستوى الفرق والمنتخبات. والسؤال الدائم هو عن الأسطورة محمد صلاح.